مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بحضراتكم في كل مكان مع بدايه العام الدراسي الجديد ودخول بقى طلاب المدارس الخاصه بهم، سواء المدارس الخاصه او المدارس الحكوميه وكمان المدارس اليابانيه في مختلف المراحل التعليميه. بيبدا الاسر خاصه اللي عندها ابناء لسه بيخطوا خطواتهم الاولى في المراحل التعليميه يواجهوا بعض النصائح والتعليمات لابنائهم الصغار علشان يبدأوا يعرفوا ازاي يقدروا يتأقلموا مع العالم الجديد اللي هيدخلوا عليه، خاصة طبعا احنا بنتكلم عن الطلاب ابناء المراحل الاولى سواء المرحلة الابتدائية او ما قبل الابتدائية. عالم جديد الاطفال بيدخلوا عليه، بيكونوا فيه صداقات وبيتعرفوا على ناس جديدة، بيتعاملوا مع فئات مختلفة في مراحل عمرية مختلفة، قد يكون بعضهم في نفس السن والبعض الاخر بيكون اكبر منهم سواء مدرسين او العاملين داخل المدارس وغيرها طبعا من مختلف بقى الفئات العمريه او المجتمعيه اللي هتكون موجوده في المدرسه او حتى خارج المدرسه في طريقهم وهم رايحين المدرسه او وهم راجعين من المدرسه. كل هذه العوامل بتتطلب تاهيل نفسي وتاهيل تربوي علشان يقدر الطفل يتأقلم سريعا ويتصرف في كل المواقف اللي بيتعرض إليها تصرف سليم بدون ما يتعرض لأي مشاكل نفسية، عشان نعرف بقى إحنا إزاي نقدر نعد أبنائنا للتعامل داخل المدرسة وإزاي يفرق ما بين الأمور الجيدة والأمور السيئة اللي بيتعرض إليها وإزاي يتعرف عليها وإزاي يتعامل كمان معاها. بينضم إلينا الدكتور وليد نداوي استشاري الصحة النفسية. دكتور وليد برحب بحضرتك معانا. اهلا بيك يا استاذ احمد، تحياتي ليك ولكل متابعين اليوم السابع، بس انا هندي واحد مش هنداوي يا أهلا استاذ. وسهلا بحضرتك، منورنا في جميع الأحوال. بداية بقى يعني ناخد الموضوع من الزاوية الواسعة شوية، وهي إزاي إن إحنا نقدر نعد أبنائنا نفسيا وتربويا علشان يتعاملوا مع المجتمع الجديد اللي هم مقبلين عليه. يعني خلينا نتفق ان اكبر صدمه بياخدها الانسان في حياته بعد صدمه الولاد هي صدمه الانتقال من البيت للمدرسه. دي بتبقى مؤثره جدا في الشخصيه بتاعته، فلو ما كانش في تاهيل نفسي امن علشان نعمل عبور من المرحله دي وانتقال من البيت للمدرسه بصوره امنه، ده يعمل مشاكل جامه للطفل في كل ما تبقى ليه من الحياه. يعني ما هياش تبقى مشاكل بس متعلقة بالتأخر الدراسي أو أساليب عدم التكيف المدرسي أو مشكلات سلوكية زي الشعور بالرعب أو حالة القلق اللي بتنتابه أو مشاكل في النوم أو الأكل أو شعور بالكآبة، لا، دي أمور بتفضل معاه ما تبقى ليه من العمر. صحيح علشان كده هو لازم نعمل إعداد كويس. جزء من الإعداد النفسي الكويس إن أنا أدربه على المواقف الغير مرغوبة اللي ممكن يقابلها في المدرسة، وندربه كل موقف من دول يعمل معاه ايه ويلجأ لمين، والاهم ازاي يتلاشاه. الكلام ده احنا بنقوله من اول ما بيدخل المدرسه والزحمه يبقى شكلها عامل ازاي، والتدافع بتاع بعض الطلاب والصراع على المقاعد الاولى في الفصل، ومشاكل التنمر اللي ممكن تعتريه ويتعرض لها من اول ما ينزل من بيتي، سواء الباص اللي بيقعد يزعق له او يمشي شويه بالعربيه قدام علشان يخليه يجري او يدخن وهو موجود. كل الحاجات الغير مرغوبة لازم نقولها له، أهمها التحرشات الجنسية. احنا ويمكن هننتقل يعني للجزئيه دي طبعا، ولكن يعني النصائح دي توجه ازاي؟ توجه بشكل مباشر ولا توجه بالتدريب اللي المفروض بيكون الطفل اتعرض له في المراحل السنيه المبكره او قبل حتى الدراسه، مثلا في سن الرابعه والخامسه وحتى طبعا مع بدايه بقى دخوله المراحل التعليميه المختلفه، هل نبدا نعلمه مبكرا ولا ننتظر مع بدايه العام الدراسي او قبل العام الدراسي بايام قليله؟ المفروض من اول ما بيكون سيلف كونسبت او مفهوم نحو ذاته، يعني المفروض الطفل احنا قلنا من اول سن 3 سنين الام تديله بعض الامور المتعلقه باحترام الجسد، يعني وهي قاعده بتحميه كده بتعمل له شاور وبتلعبه وبتعكسه، مره واحده تحط صوابعها في عينيه وكانها هتفتحهم هيخاف كده ويكش، تقول له ما تخافش يا حبيبي بس انا عاوز اوري لك ان في اماكن في جسمك ما ينفعش حد يقرب منها، ده جميل زي جدا الكلام ده. الفتحتين بتوع عينيك بتوع مناخيرك، زي هنا تشاور له على بعض الاماكن فيعرف ده، وتعلمه ان هو خلاص ابتدى يكبر فما يغيرش قدام حد، يعني ما يغيرش هدومه قدام حد،
ولما يوصل لسن 4 سنين تعلمه الفرق بين اللمسة المستحبة واللمسة غير المستحبة. ده نوصله ازاي بقى يا دكتور هشام؟ دي نقطة مهمة جدا، يمكن أسر كتير بتخاف تتعامل معاها بسبب عدم قدرتها على التعامل معاها بشكل سليم. نقول له شيء جميل الناس تسلم علينا ويبقوا فرحانين بينا بقدر الامكان لما يجوا يسلموا عليك. يا حبيبي ما فيش حد يضمك لصدره قوي، ما فيش حد يعمل حمله على الملامسه. يعني ايه حمله على الملامسه؟ ما تخليش حد يقعدك على حجره، ما تخليش حد يقرب منك قوي يا ابني بجسمه. لو حد اعطاك شوكولاته او حاجه حلوه ما تاخدهاش، لان خد بال حضرتك 70% من حوادث الاعتداء الجنسي صحيح، بتبقى من المقربين. وبتبدأ فالمقرب ده بمحاولة إغراء واستمالة الطفل بهذه الأمور. الإغراء والتودد دي بتبقى أهم مرحلة، صحيح، استقطاب الطفل وحمله على التحرش الجنسي. نبتدي نقول له لو حد عطاك حاجة حلوة ما تاخدهاش، لازم تقول لنا الأول. ولو حد عمل حاجة غلط وخوفك إن أنت ما تقولش، لا لازم تقول، دي كلها أمور مهمة. فأنت يا ابني إيه بقدر الإمكان تحافظ على نفسك، وبعدين نعلمه إن هو حتى لما هتروح المدرسة بعد كده هو في أماكن ما تبقاش فيها لوحدك. يعني وقت الفسحه الناس كلها نزلت، انزل انت كمان في البريك معاهم في اماكن ما تروحش عندها، زي اماكن الباصات بتاعت تركن فيها العربيات او اماكن دور العباده. نفهمه لما يجي وقت الفسحه وهتشتري حاجه من المقصد ما توقفش طابور وتقعد يعني لازق في اللي قدامك وتسيب اللي ورا منك كده يبقى لازق فيك، سيب مسافه بينك وبين اللي قدامك. دي كلها امور مهمه. لما تيجي تقعد في الباص مع حد ما تقعدش مع زميل اكبر منك، ونراعي ده. يعني نبقوا شايفين ابننا بيقعد مع مين ونساله لما يرجع، هل حد انتقل من الكراسي اللي ورا قعد معاكم قدام ولا لا. دي كلها امور لازم ندرب ابننا عليها تدريب سلوكي. طب طيب، الاجمل من ده اللي انا استعين بالمجسمات، يعني يبقى عندي العاب تعبر عن ده، افلام كرتون ممكن تعمل له تحصين فكر عشان اديله الكونسبت وفق المفهوم بتاعه. وفي جزئيه كمان في التحرش بالنسبه للاولاد، وانا بتفرج على افلام السينما ابتدي اشرح له النظره المرغوبه والنظره الغير المرغوبه وتعبيرات الوش بتاعت الانسان اللي ممكن بيحمل لينا مكروه. دي كلها امور مهمه. طيب ولو هو دكتور، كمان كبير دكتور شويه بدون بدرس قطع كلام حضرتك، بس يعني احنا دلوقتي وجهنا الطفل ووصلنا له الافكار الرئيسيه والخطوط الرئيسيه لكيفيه التعامل مع مختلف المواقف اللي قد يتعرض اليها، او نعم. ازاي بفهمها وعنده مفهوم شامل لمعنى الكلام دوت، صح لا ده غلط. طيب ازاي بقى نوصل له طريقه التعامل؟ يعني هو تعرض لموقف سيء، ازاي يبدا يتعامل معاه؟ ازاي انا بقى افهمه ده واوعيه وادربه على كيفيه التعامل علشان برضه يعني يحمي نفسه، واذا تعرض يقدر برضه يتصرف في الموقف السيء اللي تعرض اليه. حسب طبيعة مرحلة الطفل. يعني لو هو طفل صغير بيقول له اجري، اي حد يقرب منك تحس ان في عينيه كده نظرة غير مستحبة او انت خايف منه اجري ما تواجهوش، مسكك صرخ، يعني بتقول له كده. ولو انت يعني تك عليك قوي عضه، يعني بيجي له شوية مهارات بسيطة. لو هو طفل صغير بقول له عضه، لو هو كبير شوية في ابتدائي اعلمه ازاي يضرب بكعب رجليه على صبع رجل اللي ورا منه او اللي حضنه فيبتدي ينطره. لو هو كبر شويه وراح اعدادي ممكن اديله شويه حاجات في البيت كده، هو زي ديفنس، سيلف ديفنس. الام بشوف امهات بتدي لبناتها ميه فيها كمون وشطه وفلفل اسود، لو حصل لك حاجه بخي على اللي قدامك او رشي عليه. دي كلها بتبقى مهارات. صحيح. يقول له روح الجا لاي حد، الجا لاي حد في المدرسه، اخصائي اجتماعي، مشرف، المدرس بتاعك، مكلمه. ولو انت راجع من المدرسه بتفهم ولادنا داخلين على فصل الشتاء، ما تمشيش في شارع فاضي، وما تركبش مواصله في العربيه فيها ما فيهاش غير نفرين. يعني فهموا الكلام ده مهم عشان يبقى عنده في وسط راسه طول الوقت. وبقدر الامكان نقول له برضه حاول تستعين باي حد قريب منك، لو انت ماشي في الشارع ان شاء الله حتى رجل مرور اللي واقف هيساعدك وهيدعمك وهيديك شعور بالامان. يعني انت مش عايش لوحدك، فاطمن برضه علشان احنا بنديله الكونسبت والعلاج ما يبقاش عنده شعور بالفزع. طيب دكتور وليد، في بقى معضلة أخرى يمكن الأسر بتختلف عليها. الطفل إذا نعم. تعرض لاعتداء من طفل، اعتداء بسيط أو يعني مشاجرة زي ما بيحصل في كل المدارس بين أبنائنا الطلاب، بعض الأسر بتوجه الطفل وتقول له
اللي يضربك اضربه، اسر تانية بتقول لا روح قول للمدرس او المدرسة وتعامل بالحسن علشان الطفل ما يتعلمش العنف. فايه هو المنطق السليم في التعامل مع موقف مشابه؟ الموقف السليم ان انت عايش في النظام، النظام ده ما ينفعش نحيد عنه. لو انا هقول له واجه الضرب بالضرب هيطلع هو شخصيه عنيفه، شخصيه ما عندوش احكام لاعمال العقل. طب لما يبقى في مواقف اخرى مش محتاجه قوه ومحتاجه عقل هيعمل ايه؟ طب لما يجي يكبر شويه يبقى القوه اكبر منه هيعمل ايه؟ دي كلها اسئله مهمه لازم ولي الامر هو اللي يجاوب عليها لنفسه، وبناء عليه انا بديله مهارات حلول متعدده. ايه هي مهارات الحلول؟ ان انت لما يحصل لك يا ابني مشكله، حد مثلا بيتنمر عليك، ما تواجهش التنمر في البدايه التنمر، يعني واحد شتمك ما تردش عليه الشتيمه، واحد محلق عليك مش عاوزك تطلع على السلم، واحد بيعمل دفع او ركل، ما تواجهش ده بده، لان انت لو واجهت ده بده هيتمارس عليك عنف اقوى. فانت تعمل ايه؟ تلاشى دوت وفورا اشتكي لاقرب حد موجود عندك في المدرسه، والمدرسه لو انت اللي اشتكيته ده محلش تيجي تقول لي يوميا، وتيجي تقول لي سواء حل او محلش عشان ابقى انا عارفه واربط بين المواقف بعد كده هو التراكميه واقدر اتعامل مع اداره المدرسه. كل اللي بنقوله ده لازم برضه يبقى ابننا بيلعب رياضه كدفاع عن النفس زي الكاراتيه او الجودو او التايكوندو، بتعمل له اعلاء وبتدي له ثقه في نفسه وبتخليه وهو قاعد بيواجه الحلول السلميه الاخرى مش بيواجهها عن ضعف انما عن شعور بالقوه صحيح، والكفاءه النفسيه. ده كلام مهم جدا دكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا عليه وعلى وجودك معنا. أنا اللي بشكرك وبشكر اليوم السابع على كل فكر مستنير بتعمل فيه تحصين لبيوتنا ولأولادنا. شكرا شكرا جزيلا مرة ثانية. الشكر موصول للسادة المشاهدين على حسن المتابعة. دي كانت تغطيتنا مع حضراتكم، انتظرونا لمزيد من التغطيات على مدار الساعة من شاشة تلفزيون يوم السابع، وإلى اللقاء.